أهلا وسهلا أستاذ. تفضل. شكرا. شو بتحب تاخذ؟ جيب لي أي شيء بينشرب عندك لو سمحت. تمام، شو بتحب مقبلات؟ غالي مزاجي مانو رايق ابنه. جيب لي أي شيء بدك إياه، أي شيء عندك، ما عندي أي مشكلة. تمام وشكرا لك، بلا أسئلة. تكرم أستاذ. ما في داعي حضرة المقلب. بترجاك. لو سمحت عود. أنت مين؟ وشو بدك؟ أنت عم تقاتل بمعركتك. وأنا بمعركتي. اسمعي وليك، المطعم معبى مدنيين. خلينا نطلع لبرا بهدوء، شو رأيك بهالحكي؟ بتسلمي حالك للشرطة وأنا بساعدك، ها؟ الشرطة ما رح تجي. على فكرة إذا حابة إني أوصك هون ما عندي مانع بأوصك مثل رجلي. هداك العنصر شو كان اسمه؟ يلي عنده بنت تيمور؟ ايه هو اخذ بنته على السينما على العرض الساعة 7 فيلم النملة المجرمة. هو فيلم كرتون بظن انه حلو، بتمنى انك تشوفه. شو عملتي فيهن وليك؟ ولا شيء، ما عملت شيء. بس اذا انت عملت لي شيء هون نفس الشيء رح يصير لهم هونيك. مو مصدقني؟ اتصل فيه حضرة النقيب. يلا اتصل. يلا يلا يلا. حبيبتي أنا رايح شوي وراجع، ما بطول، أوكي؟ عفواً عفواً. سيدي نقيب. تيمور وينك أنت؟ أنا أخذت بنتي على السينما سيدي، في شي؟ ألو سيدي، شو في؟ رح نطلع بمهمة؟ برأيي لا تقطع مشوار حلو لأب وبنته. أنا بس بدي إياك تسمعني كم دقيقة ورح أمشي، مو أكتر من هيك. ألو سيدي النقيب؟ لا لا تيمور، ما في شي مهم أبدا. اتصلت لحتى أقول لك انبسط أنت وبنتك وبوس لي إياها. أعلم سيدي النقيب. آسف. ييه شو راح علي حبيبتي، احكي لي كل شيء.
عم بسمعك. الأتراك القشقاي السبعة اللي انخطفوا من إيران شبههم راح ياخدوهم لعند بهرام سابو. قلتي لي بهرام سابو؟ بظن إنه أنت بدك راس بهرام سابو غالباً، مو هيك؟ هو اللي قتل أخوك مظبوط؟ اسمعي، أنا الأخذ والعطا ما كتير بحبه، عم تفهمي علي ما؟ قليلي شو المطلوب؟ اسمع، إذا بعتوك يا نقيب باتور يلي قتل أخوك رح يكون موجود هنيك، وإذا ما بعتوك بيأسفني إلك إنه المسؤولين عنك قصدين يبعدوك عن النار، وعلى الحالتين هي معركتك. شو المعلومات اللي عندك؟ لازم تلحق نيكولا إذا بدك تمسك هداك الواطي، هو الوحيد اللي رح يوصلك. وحضرتك كيف عرفتي كل هالمعلومات؟ ما سألتني شو بدي يا نقيب؟ كم مرة سألتك شو بدك من لما اجيتي لهون؟ سألتك شو المطلوب؟ المطلوب لي ساعدني لأخده. رح تعطيني جردون صغير لكان وتاخدي محله الكلب الكبير إليك، مو هيك؟ صدقني ما في حدا بيكره لي بالعالم مثل ما أنا بكرهه، بس هو وسخة صغيرة كتير بمنظمة كتير كبيرة، ومعركتي ضدهم كلهم. أنا بقاتل كرمال بلدي، البلدي اللي ولدت فيها، كرمال وجودي وكرمال الناس اللي فقدتهم بالمعسكرات. طبعاً هي هي معركتي. على الأقل افهم هالشي نقيب باتور. شوفك مرة تانية. الفيلم رح يخلص بعد ربع ساعة، لا تحول حياتهم لجحيم. استنى ربع ساعة.